كيفكم؟ اليوم بنحكي عن رح نروح على اغلى وارخص مطعم في مدينتنا. طبعا هلا احنا حنفوت على ارخص مطعم، يلا تعالوا معنا. بس قبل ما نبلش تنسوا اللايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعارات، ويلا نبلش. بس قبل ما نبلش حابين نحكي لكم انه يمكن المطعم الرخيص يكون اذكى من المطعم الغالي، والغالي اذكى من الرخيص. فاليوم رح نختبر هذا الشيء ونشوف شو رح يكون اذكى. متحمسه؟ يلا تعالوا معنا. يلا ليتس جو. اوكي جايز، فرح نطلب، فتعالوا معنا. هون بدكم ناكل ولا ناخذ معنا؟ هون طبعا. نوريكم الاسعار طبعا. شوف مثلا هاي بيج ماك ب 17 درهم، معنا هون 16 درهم. احنا بدنا نجيب، شوف بدي فاهمي ولا ايش بدنا نشوف هاتني قديش عندهم. يا اوكي، شوفوا جايز، ارخص شيء 14 درهم. هاي معنا، هاي شو بدك ناخذ؟ هاي لا هاي ما بتحبها، ناخذ هاي. يا يا ناخذها مع بطاطا. يا ودرينك بيبسي، الدرينك كولا. كولا السايز ناخذ سمول، نشوف كم رح تطلع معنا السعر تاعت الوجبة. نشوف نشوف كم صار السعر. اوكي واو، 16 درهم. اوكي جايز، ريان صار بدها بوزة، فرح نجيب هون هاي المكفيري اوريو. هاي هي رح نضيفها ويلا هلا اشوف كم صار. 24 درهم. هاي بدنا وجبه وجبنا التحليه كمان، يلا نطلبها. يلا. السلام عليكم، كثير تفاجئوا. كيفك؟ والله صوروكم ماما كمان، سلمي عليها ومحبيه كثير. كيفكم؟ صوروا معهم يلا. هياره وميرا وحلا. تروحي يا حلا؟ هاي جايز، شوفوا ايش وصلنا من عند بنفيت. وصلتنا المجموعه الجديده تاعت البلاشرات من بنفيت. طبعا هاي مجموعه اليوم نزلت بسيفورا، فروحوا بسرعه على سيفورا وجيبوا هالمجموعه. طبعا فيكم تختاروا اي لون بدكم اياه، انا هلا حورجيكم واحنا حنشوف شو حتحبوا وانا شو هحب. طبعا هاي مجموعه البلاشرات الجديده من بنفيت، خليني اورجيكم اياها. طلع ما احلاهم، واو. فعنا 11 لون جديد. هذول البلاشرات ايش هم فوائدهم؟ فوائدهم انهم إذا في رطوبة أو عرق أو أي إشي ما رح يروح من بشرتكم. شوفوا محلاهم كيف معلقين هون تحت. 1 2 3. واو. بسرعة روحوا هلا سيفورا وجيبوا، حتلاقوا حسابات بنفيت تحت بصندوق الوصف وكمان اليوتيوب. فروحوا تشتركوا عندهم واحكوا بجد من طرفنا، وترقبوا صور بإنستغرام مع استعمال هدول البشرات اللي بجننوا كتير حبيت. وطبعا اللينك وكل شي حيكون تحت صندوق الوصف. اوكي جايز، طبعا هلا طلبنا وخلصنا، والسعر كان 24 درهم لوجبه وكمان الايس كريم. فهلا حنستنى الطلب ونرجيكم ايش طلع، يعني ايش الوجبه ورح ندوقها ونعطيكم راينا. وبعدين رح ننتقل للمطعم اللي بعده واللي هو المطعم الغالي، وما بعرف وين حنروح ولا انا. يا سو يلا نستنى الطلب. حنروح على ذوق بابا لانه بابا اليوم ودانا. عبين ما يجهز طلبنا بدنا نحكي لكم انه احنا عندنا بالامارات وجبات سريعة زي ماكدونالدز، برجر كينج، هالأشياء وكي اف سي مو غالية. هذا هو أرخص شيء تقريبا في الفاست فود، بالفاست فود بالإمارات. عشان هيك جينا إحنا على لبنان. يب أيا إجا طرف أنا. أوه إجا طرف سرعة. ثانك يو. أوكي، أول شيء عندنا هون الآيس كريم مع أوريو، كان حقها 8 دراهم. وعندنا هون البيبسي الصغيرة، كم كان حسعرها؟ لازم حسعر البيبسي ما بعرف شو. وعندنا هون لعبة مثلا لولو. انا حطيت اني بنت وفكرني ولد شكله، احنا جابوا لنا تبع هون. عندنا الشيء الرئيسي اللي احنا ناكله اليوم، تعال شوف كمان. يس. اوكي جايز، شوف. اوكي عندنا هاي الفرايز، بطاطا سامبل هذا صغار. وعندنا برجر. شوفوا يا جماعة هالوجبة كلها فيكم يعني تتغدوا عليها، كثير رخيصة وسعرها كثير مناسب، وهي 18 درهم. يا جماعة ماكدونالدز أكثر شيء الواحد بيحب ياكله وبعدين بندم ناكله. عن جد. زي ما حكيت ريان، قبل الأكل 9 من 10 وبعد ما أكلنا 1 من 10. يلا ننتقل للمحل اللي بعده اللي هو المكان الأغلى. وأنا كثير متحمسة يا جماعة، حابة أشوف شو رح يطلع لنا، كيف الأكل حيكون، يا ترى رح يكون أذكى ماكدونالدز أو مش أذكى. أنا ما بعرف، يمكن يكون ماكدونالدز أذكى من المكان الأغلى، فما رح نعرف. فيلا تعالوا معنا ونشوف. يس. اوكي جايز، وهلا وصلنا للمطعم ويلا شو رايك؟ اوكي جايز، انا كثير متحمسه وبدي اكل لانه هذا المطعم فيه باستا، فيه ستيك، فيه كل شيء. ويلا وصلنا.
اول شيء زي ما شفتوا هون بيجي بيعطوك المنيو لحالهم، مش زي ما كنا باول مطعم رحنا احنا بنطبخ حالنا، ما بيجي عندكم بيطلب منكم. تعال شوف شو عندهم اكل. يلا والمكان هادي اكثر زي ما شايفين في عندهم برجرز، يعني هون الوجبه الوحده بتكون ضعف الاكل اللي اكلناه اول مره. عندنا هون مثلا هذا الستيك حقه 150 درهم، ونوع ستيك ثاني حقه 130. نجيب ستيك صراحة انا ما بدي، انت بدك هذا. And can we go? So we want one steak, but what kind of steak do you have without fats? Yeah, thank you. Thank you so much. انت كم توقع السعر؟ So انا لو احسب اتوقع السعر يطلع على الاقل 300 درهم. بابا كم توقع؟ كم توقع؟ 270. حاسه كانه ما بضل يجي انا بقول بحس يعني انا لا انا بقول 290. اوكي انا 300 قريبين على بعض كلنا فكره، بس نشوف مين حيكون اقرب شيء. انا بحس ما بحكي اقرب شيء ما بعرف. سيم. اوكي الشوكه والسكينه اليوم حناكل هيك زي راقين. وشوفوا هون في شوكه وسكينه، ترى اكيد حيكون في عشان هناك كان فاست فود، اما هون مطعم راقي وهيك. ف وهناك جاهز الاكل بخمس دقائق. اه يا جماعه ما لحقنا حالنا نعرف حتى واجى الاكل، بس هون يمكن بدهم شيء 20 دقيقه، فراح نشوف كم دقيقه بدهم ونقولكم ونشوف الفرق بيناتهم وبس. ثانك يو. اوكي جايز وصل الاكل، وهذا الصحن حقه كان 80 درهم. يب فهذا هو. طبعا لسه في كمان وجبه ما وصلت وهي الستيك وحقها 150 درهم. هاي الباستا بصراحه انا كثير حبيتها وبتستاهل السعر بالنسبه لي، كثير زاكيه. هلا احنا استنى الستيك والباقي واشياء الباقي. نقول لك تشيكن. هلا وصل الستيك وفي معه بيجي بطاطا، او فيك انت تختاروا طبعا السايد، وكمان بيجي شو بيجي معنا كمان صوص مشروم. الاكل طيب يا جماعه، الستيك طيب، بعطيه 8 من 10، بس الصوص يعني ما عجبني، والماش بيدوز ترى انا بحبها. شو رايك بالبرجر؟ اول شيء بدون ملح ومو مكملة باردة مو فرش. شوفي شو جايز بطني فجأة صاير يوجع لدرجة حموت. اوكي اتسمم بسم الله وجع. ما قدر. شو؟ اجت موت المولتن. فكرت نحن ربنا. اجت المولتن حرفا اكل. الحمد لله على السلامة. صار بكيتش. اوكي بتوقع يمكن يبقون انفجر انه يعني كثير. وصل التحلاية، اوكي هاي تحلاية ساخنة وحقها 50 درهم. ويلا نجرب. هنشوف اذا فرش ولا مو فرش. شوفوا يا جماعة الحركة تحركم اياها. شوفوا يلا نروح ماكدونالدز. يو جايز ما نزل اشي، ما نزل اشي، المفروض يدفشي لي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. ها؟ عادي صور معاك؟ يلا صور. طيب بس بحسهم مسخنينها من الميكروويف صح، بس بدي اقنع حالي يعني ما ادري من حد يسوي كل هذا. عن جد لهجينا. وبالخلاصه ما تطلع على سعر الاكل، اهم شيء كيف طعمه وهيك. بصراحه انا بالنسبه لي بالحلاوه وبالتحليه حبيت الايس كريم تبع ماكدونالدز اكثر، وانا كمان. فلا تطلعوا على السعر، بس كل بيعجبكم، اذا رخيص اذا غالي عادي، كلوا اللي انتم بامكانياتكم والاكل حلو. بابا فاز، السعر 273. يا جماعة ابعدوا عن المطاعم الغالية، لأنه يعني الأكل صراحة مش مية مية. فهذا بيكون فيديو اليوم، تجربة فاشلة طبعا. احملوا رأيكم بالفيديو تحت الكومنتات، وبس هذا كان فيديو اليوم. إذا حبيت تنسوا اللايك سبسكرايب كومنت شير شعرات وبس باي. نروح على الألعاب. جايز رح نعطيكم خيارات، أكل رخيص، أكل غالي، أكل ماما، شو بتختاري؟
احكوا لنا بالكومنتات اي واحد اخترته. انا اخترت اكل ماما، وانا اكل ماما يا جماعه، دائما اكل ماما بفوز.